إذن ريال مدريد مسلسل التشويق الذي عاشه الدوري الإسباني هذا الموسم. النادي الملكي توج بلقب الليغا بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين لواحد، وبهذا التتويج رفع المرينغي عدد ألقابه في الليغا ل34، معززا بذلك رقمه القياسي. هي مباراة الموسم لريال مدريد، مباراة اللقب، مباراة إزاحة الغريب برشلونة عن عرش تربع عليه لموسمين. الملكي بعد أن حصد الأخضر واليابس في مباريات ما بعد توقف كورونا استقبل فياريال بعين على نقاط فوز يحسم بها الجدل حول اللقب. كريم بنزيما ورفاقه احتكروا الكرة، كما حاولوا اختراق دفاعات الغواصات الصفراء لتأمين التتويج دون انتظار هدية من أساسونا. قبل انتصاف ساعة ملعب ألفريدو دي ستيفانو استعاد كازيميرو كرة من منتصف الملعب منحها مودريتش ليقود هجمة مرتدة، بلغت الكرة على إثرها قدم بنزيما الذي مررها بين قدمي الحارس سيرخيو أسينخو، معلنا تقدم الريال ومعززا حظوظه في المنافسة على لقب هداف الدوري ببلوغه الهدف 20، لينتهي نصف المواجهة بنتيجة وأداء مثاليين للملكي. خلال المشهد الثاني وبعد كرة في العمق من مودريتش، ألقى كارباخال وهو يراوغ مدافعين في منطقة فياريال قبل أن يتصدى أسينخو لتسديدته. الضيف الأصفر الطامح لتأمين مقعد في الدوري الأوروبي حاول بلوغ مرمى كورتوا من كرة ثابتة لبرونو سوريانو أبعدها فاران للركنية. عند الدقيقة 73 أعلنت صافرة الحكم عن ركلة جزاء بعد عرقلة سيرخيو راموس. القائد وعوض التسديد فضل تحضير الكرة لبنزيما، والنتيجة هدف مرفوض بدعوى دخول كريم لمنطقة العمليات قبل أن يلمس راموس الكرة، ليتكفل النجم الفرنسي بتنفيذ الإعادة معززا تقدم الميرينغي بهدف ثان. توني كروس كان قريبا من رفع الغلة لثلاثية لولا العارضة التي أعادت الكرة لرأس أسينسيو لتستقر في النهاية بين كفي حارس فياريال. قبل نهاية الوقت القانوني بسبع دقائق وبرأسية من البديل فيسينتي إيبورا، اهتزت شباك الريال ليتقلص الفارق دون أن يمنع الملكي من الفوز وارتداء ثوب البطل. المدرب زين الدين زيدان أكد أن هذا اللقب مهم بالنسبة للاعبين، مشيدا بدورهم الكبير خاصة في الظروف التي فرضها وباء كورونا. المدرب الفرنسي عبر عن رغبته في التواجد في ساحة ثيبلس للاحتفال رفقة جماهير النادي باللقب، لكن الظروف الصحية تحول دون ذلك. الأهم هنا هم اللاعبون بكل تأكيد. أعتقد أن كل ما قدمناه للفوز بهذه المباريات وما يفعلونه على أرضية الميدان، أعتقد أنه فريق من الأشخاص ومن البشر قبل أن يكونوا لاعبين، وأنا فقط بإمكاني أن أشعر بالسعادة اليوم. بالنسبة لي في مسيرتي المهنية ربما هو أفضل يوم في حياتي، لأن هذا اللقب وبعد التوقف بسبب الوباء أعتقد أنه شيء لا يصدق. كنا نود أن نكون مع الجماهير في ساحة ثيبلس وربما سنفعل ذلك لاحقا. اليوم لا يمكن مسألة الوباء والصحة، ولكن من بيوتهم أعتقد أنهم سعداء جدا وأن يشاهدوا فريقهم يفوز مرة أخرى باللقب، وأنا أبعث بسلامي لكل جماهير ريال مدريد وحققنا ذلك من أجلهم. أكثر قبل ذلك تنضم إلينا شبكة مراسلين في إسبانيا جمال جبلي من ملعب ألفريدو دي ستيفانو وكذلك من برشلونة المدينة الحزينة هذا اليوم. أشرف بن عياد أرحب بكما معنا، دعني أبدأ معك جمال، حدثنا عن هذه التجربة الفريدة وكذلك الغريبة، التتويج بدون جمهور هذا اليوم
وما الذي دار في كواليس الفريق الملكي؟ مساء الخير لكما. طبعا أعتقد بأنك لخصت هذه التجربة، غريبة وفريدة، يمكن أن نبحث عن أوصاف أخرى ستكون مطابقة لهذا الوضع. مثلا بدون جمهور، هذا شيء لم يرى على الإطلاق. ثم بالنسبة لنا نحن متعودون مثلا في هكذا مباريات أن نكون مندسين ضمن اللاعبين مع الطاقم الفني لإجراء مقابلات نقل الفرحة عن قرب أكثر مما فعلنا اليوم. لكن قبل قليل كنت أبادل التحيات مع بعض اللاعبين من بعيد وبادلوني التحية، لكن دون أن أتمكن من أن أقترب منهم ولهم أن يقتربوا مني، وذلك بسبب البروتوكول الصحي الذي فرض وربما تحترمه جميع الأطراف بما فيها وسائل الإعلام أو اللاعبين أو المنظمين وكذلك الأمن، كل في مكانه، حتى تمكنت الليغا من العودة، لأنه بدون هذا البروتوكول لن تكون هناك عودة للليغا. لكن ربما الجانب الجيد في عودة هذه الليغا أننا شهدنا تنافس، شهدنا تشويق، لأن برشلونة في الفترة الأولى كان صاحب المبادرة، ثم بدأ يفقد تلك المبادرة مع النتائج السلبية، بينما ريال مدريد استمر، كنت قد وصفت بأنها علامة 10 على 10، وهي في الحقيقة 10 انتصارات في 10 مباريات، وهذا شيء لم يرى إلا قليل، وهي علامة الأبطال. ثم للعودة إلى الليغا وتنافسية الليغا، أعتقد بأن شاهدنا هناك 3 فئات في هذه الليغا. الفئة الأولى هي ريال مدريد وبرشلونة اللذان يتنافسان عن بعد عن الليغا، ثم وراءهما نجد أتلتيكو مدريد وكذلك إشبيليا اللذان يرافقانهما إلى دور الأبطال، ثم هناك الفرق التي تنافسوا على دور أوروبا، ثم هناك أيضا حتى بالنسبة للسقوط لم تحسم بعد، لأن هناك إمكانية أن تنزل فرق بدل الفرق التي لا زالت لديها أمل حتى المرحلة الأخيرة. على كل هنا بالنسبة لريال مدريد لا حديث سوى عن زين الدين زيدان، الذي وصف من قبل حينما وصل بصاحب الحظ الكبير حينما فاز بدور الأبطال بعد 4 أشهر من استلامه الفريق عام 2016. ثم يعلم الجميع كيف أن 9 ألقاب قد تلتها، ثم جاء اللقب 11 اليوم، وهو لقب الليغا، اللقب الأصعب الذي تحدث عنه زيدان بأنه يحبه كثيرا، لأنه فيه عمل طويل الأمد، فيه مثابرة، فيه نتائج مستمرة حتى يتمكن من الفوز فيه، خلافا لدور الأبطال الذي قال أعتقد 9 أو 10 مباريات بما فيها دور المجموعات، أو 12 مباراة على ما أعتقد بما فيها النهائي ليتمكن من الفوز. طيب ابقى معنا جمال، وكذلك أشرف، أفراح ريال مدريد قابلتها خيبات برشلونة المستمرة، حيث سقط بطل الموسمين الماضيين على أرضه أمام أوساسونا بهدف للثنين. أتحول إلى أشرف بن عياد مراسل قنوات بي إن سبورتس المتواجد في ملعب الكامب نو. أشرف، قبل فترة كنا تحدثنا أنا وأنت عن أن كيكي سيتيان يمتلك شخصية انهزامية، أو هذا ما كانت تقول عنه الصحافة في ذلك الوقت. التشكيلة التي خاض بها مباراة هذا اليوم ألا تؤكد هذه المسألة؟ بدا وأنه يثق تماما بأن ريال مدريد لن يهزم أو حتى يتعادل أمام فياريال. مرحبا بك جهاد. الجميع استغرب لتشكيلة برشلونة اليوم، خصوصا وأن برشلونة لم يفقد رسميا لقب الدوري. الكثير من التغييرات ربما كان يقول الكثيرون عليه أن يحتفظ بها للمباراة الأخيرة في حال كان برشلونة قد خسر الدوري بشكل رسمي، لكن أعود لتصريح ليونيل ميسي الذي لخص كل شيء في هذه الجملة عندما قال إن وصلنا بهذا المستوى سنخسر حتى أمام نابولي. هي رسالة موجهة للإدارة، للمدرب كيكي سيتيان الذي لا يعلم لحد الآن هل سيكون حاضرا مع الفريق في دوري أبطال أوروبا. صحيح بأنه توصل بالكثير من الدعم من الإدارة خلال الأيام الماضية، لكن الضغوط كبيرة جدا على الإدارة، خصوصا بعد الخسارة الأخيرة أمام أوساسونا. برشلونة جهاد لم يقدم مستويات مستقرة طيلة الموسم، الكثير من العثرات سواء في الكامب نو أو
إلى كلام ليونيل ميسي الذي أكد قبل أشهر بأن هذه المستويات ليست كافية لدوري الأبطال، واليوم يتأكد بأنه كان على حق، ليست كافية حتى لمقارعة ريال مدريد في الليغا. طيب أشرف، يعني الحديث كله كان عن كيكي سيتيان في الفترة الأخيرة، لكن ألم يتبادر إلى الأذهان أن مشكلة برشلونة ليست فقط في المدرب؟ يعني هل كيكي سيتيان مسؤول عن تراجع مستوى غريزمان، عن الإصابات الكثيرة التي طالت هذا الفريق، عن عدم وجود دكة بدلاء قادرة على أن تخلف الأساسيين في حالة تواجد الإصابة؟ هو أمس سئل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي وأكد بأنه يتحمل جزء من المسؤولية وليس المسؤولية بأكملها. كما تعلم جهاد، عندما يخسر فريق معين في كرة القدم كل الأنظار، كل الضغوط، كل القرارات تصوب نحو المدرب. في هذه المناسبة المسؤولية مقسمة بطبيعة الحال، الإدارة لها مسؤوليتها، اللاعبون أيضا، وخصوصا أيضا المدرب كيكي سيتيان الذي لم ينجح في لملمة غرفة الملابس. من الصعب جدا إدارة هؤلاء النجوم. أنا استغربت جدا عندما رأيته في اليوم الأول وهو يقدم رسميا كمدرب وهو يقول لا أصدق أنني سأدرب هؤلاء اللاعبين. بأي صورة تريد أن تسيطر على غرفة الملابس وأنت تكاد تقريبا تطلب صورة من اللاعبين؟ لهذا أعتقد بأن كيكي سيتيان كان مخطئا. من إمكانه أن يكون سعيدا بتدريب برشلونة، لكن موضوع الشخصية مهم جدا مع اللاعبين، ليس فقط جهاد على مستوى المدرب، وإنما أيضا على مستوى الصحفيين، على مستوى كل الأشخاص الموجودين في محيط نادي برشلونة. موضوع الشخصية، احترام النفس مهم جدا مع هؤلاء النجوم الكبار لأنهم يطالون كل شيء. لهذا أعتقد بأن كيكي سيتيان لم ينجح في لملمة غرفة الملابس عكس زين الدين زيدان الذي بطبيعة الحال له تاريخ كبير ويحترمه كثيرا اللاعبون. هنا يحترمون المدرب، لكن وجهات النظر بين الطرفين أصبحت